شكون اللي غادي يعتقها؟ شكون اللي عاقها؟ ما عرفت تحت ساكنة في بيت تيطيح عليهم السقف وليداتها وداكشي، ولكن ما عندها ما دير. لا لا بعد ما عمل غدوي شكون اللي غادي يعاونها؟ شكون ما كاينش؟ المجتمع ما كيرحمش ما تيرحم. لا حيت انا لا كان المساواة لا كان يكون على كلشي، على طبقة الشغل هي الأولى، على القانون هي الأولى. أما اللي غادي يجي غادي يكون قانون على وحدة عاصفة وتقفى وواصلة وتقدر أي حاجة تشرى. هذا حتى اسفل ديالك، كون قلت لي وقف معاك وراه مشيتي بعيد، وراه ما عرفتش جيتي على ما عندكش داك المركز. غنقول واحد الحاجه هو اللي تنشوف بان نسيينها باش نفعل واحد اخرين ونطلب خوف الى لا تنطلب خوف. زاوية دينية زاوية كيف كيف تنشوف المرأة، كيف تنشوفها زعما المرأة والمعاناة تاعها والمزيان اللي فيها وكل شيء زعما تيجي ما تيجيش كيف انت بغيتي تعصبو، تيجي بوحدو ماشي اللي بغيتي دير انت تزيرو، تيجي بوحدو عاد من بعد في الصف طابلو كيف بغيتي. من خلال التجربة ديالتك 50 سنة كتعتبري المرأة بأنها ناجحة ولا لا؟ المرأة الآتية ناجحة نازحه وبزاف، لان ما اطباق لا كلشي تديرو، ما هي ما تدخلش الا لا هرسها شي واحد عليه هي تتوقف او تتمشي لاتجاه خايب. اما المراه مخلوقه تبارك الله زعما تدي بزاف ما تديش شويه وكلشي تديرو مزيان. اما لما